سعيدة مشاهدينا، نتلقاكم من خلالها في حلقة جديدة من برنامجكم أسرتي على القناة الأولى. حلقة اليوم حديثنا غادي يكون على الصحة، البريكولاج، القانون وغيرها من المواضيع المهمة. مروان وهنا اش اخباركم؟ الحمد لله زينب، انا كان بخير وعلى خير، وكنقول لكم نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير مشاهدينا. اليوم فقرة استشارات قانونية، غادي نتكلموا على الحماية القانونية اللي كيوفرها المشرع بطبيعة الحال لأي انسان بغى يبدا واحد النشاط تجاري، كيوقع واحد العقد ديال الكراء، فضروري ما نعرفوا اشنو اللي لينا وشنو اللي علينا. هادشي اللي غادي يجاوبنا عليه اليوم الاستاذ والمحامي بهيئة الدار البيضاء سي حسن فرحي، خليكم معنا. وبالإضافة لكل هذه الفقرات، موعدكم اليوم مشاهدينا مع فقرة هي والبريكولاج. الأطفال حاضرين معنا في حلقة اليوم. هاجر مجبر خبيرة الديكور كتقترح لنا اليوم كيفاش نعلموا لوليداتنا نكرزوا لهم السيور ديال الصبيبطات ديالهم. خليكم معنا مشاهدينا. فقرة قصة نجاح اليوم من خلالها غادي نسلطوا الضوء على قصة هاجر. عنوانها بكل بساطة بلي ما تتسد باب تتحلوا بيبان أخرى. تابعونا باش تعرفوا أكثر تفاصيل. مروان نتلقاوك بعض لحظات. فضلتنا مشاهدينا غادي نمشيو نتابعوا فقرة صحتي راس مالي، واللي اليوم غادي نتكلموا فيها على واحد من أمراض المناعة الذاتية، الثعلبة. شنو أعراضه، أسبابه والعلاجات المتبعة؟ شاهدوا معنا. مرض الثعلبة أو البولاد هو من الأمراض المناعة الذاتية. الإصابة كتكون على مستوى الشعر، عادة فروة الرأس، إلا أن الشعر ديال الجسم كله عرضة لظهور هذا المرض. بعض الحالات كنقدروا نلاحظوا إصابة على مستوى الأظافر، وهنا تتعكس للحدة ديال هذا المرض. في الحالات الاعتيادية تتظهر على شكل تساقط موضعي للشعر، بقع من الصلع خالية من الشعر، الأطراف ديالها نقدروا نلاحظوا الشعر اللي كيكون مكسر، الطول ديالو مليمترات، واللي في بعض الحالات يقدر ياخذ شكل ديال نقطة تعشب. الجلد خالي من أي التهاب، ما فيهش قشور، وتظهر أملس. هاد البقع تقدر تكون عددها محدود، يقدر يتراجع بوحدو ويعاود ينمو للشعر على مستوى، ويقدر في بعض الحالات يمتد ويصيب لي فروة ديال الرأس كلها. نفس البقع تقدر تظهر لي على مستوى شعر الوجه، الحاجب، اللحية عند الرجال، وتقدر تظهر لي في سائر الجسم. بالنسبة للإصابة على مستوى الأظافر، تقدر تشمل لي الأظافر ككل، كنلاحظوا تغيير في الشكل، تغيير في الملمس، واللي كيعكس لي هاد الإصابة على مستوى الأظافر. مرض اللي تيظهر عند ناس اللي عندهم قابلية جينية. بعض الفرضيات حول تأثير العوامل الخارجية كالتوتر النفسي الشديد، كبعض الإصابات الفيروسية، هي من الفرضيات للتأثير لظهور هذا المشكل. تشخيص المرض يكون بالفحص السريري، بحيث كنقدروا نأكدوا وجود الإصابة بالاستعانة بواحد الجهاز اللي هو لاتريكوسكوبي، اللي تيعطينا واحد الصور كاركتيريستيك وكتميز خاصة بهذا المشكل ديال لابولات. بعض الفحوصات كتحاليل دم في المختبر كنقدروا نستعينوا بها للكشف عن مدى احتمال وجود أو لا أمراض مناعة ذاتية أخرى اللي كنقدروا نلاحظوها تتظهر مصحوبة المشكل ديال لابولات. مرض اللي التطور فيه كيكون على شكل تهيجات وتراجع، ما نقدروش تكون عندنا، ما كاينش عوامل اللي غتخلينا نتنبؤوا كيف غادي يكون داك التطور، كتبقى اون ايفولوسيون اللي هي امبريفيزيبل. حالات البقع الصلع تتراجع بوحدها، وفي حالات اللي تقدر تمتد فيهم، هنا ضرورة أن العلاج يكون موازي للحدة ديال الأعراض. بالنسبة للعلاج، كيبقى المشكل ديال الثعلبة مرض غير خطير، غير التأثير ديالو على النفسية ديال المصاب يقدر يكون في بعض الحالات كبير، فضروري وأساسي أن بروتوكولات العلاج تأخذ بعين الاعتبار هذا الشق وتجعله جزء من العلاج. بالنسبة للعلاج المشكل بحد ذاته، كيعتمد على حساب الحالات وعلى حساب مدى امتداد هذه الإصابة إلى علاجات اللي غتكون إما موضعية على شكل مراهم، على شكل تركيبات كنقدروا نعتمدوا فيها على مادة الكورتيزون الموضعية، على مادة المينوكسيديل. بعض الحالات نقدروا نلجؤوا للعلاج بالأشعة أو ما يعرف بلا فوتوثيرابي،
خاصة فيها البيفاتيرابي وصولا إلى الحالات الحادة المتسارعة اللي كنقدروا نلجؤوا اللي كنحتاجوا أننا نلجؤوا فيها العلاج كيعتمد على دو ليمينو ثيرابي وتتبقى على حساب تصنيف ديال المشكل ديال التعلمة. معلومة بسيطة مشاهدينا ولكن مهمة نبغي نقدموها لكم بخصوص مرض الثعلبة. كاين أشخاص غيقول لك واش ممكن يرجع ينوض لي الشعر ديالي؟ وي ممكن يرجع الشعر ينمو ولكن غادي يرجع ويعاود يتساقط من جديد. نعم وزينب بالنسبة للأطفال الصغار اللي حتى هما كيقدروا يتصابوا بهذا المرض كاين مجموعة من سبل الوقاية أبرزها أننا نحافظوا على نظافة اليدين ديال الأطفال ديالنا قدر الإمكان، نتجنبوا أيضا أن الأطفال ديالنا يكونوا كيلعبوا مع الحيوانات الأليفة خصوصا إلى شكينا بأن فيهم هذا المرض مرض التعلبة. بالنسبة للأطفال وبالنسبة أيضا للكبار فلازم أيضا ما نتبعوا واحد النظام غذائي متوازن وهذا الشيء اللي كنتكلموا عليه دائما الابتعاد على التوتر قدر الإمكان ممارسة الرياضة باش هذاك المسام ديال الفروة ديال الرأس ديالنا كيمكن لها أنها تفتح وكيمكن لها أنها تستنشق الأكسجين. أيضا تناول الطعام الصحي يعني دائما مرتبط ممارسة الرياضة وبالحياة عموما ديال الشخص ونجنبوا معالجة الشعر بشكل كيميائي هذا الشيء اللي يخليه ما يضعفش لنا هذا المرض. شكرا لك أنا مشاهدينا راجعين من دابا شوية فقرة استشارات قانونية باش نتكلموا على الحماية القانونية للكراء التجاري ولكن قبل أنا محتاجة نعرف كيفاش نعلم الوليد ديالي أنه يعقد السيورة ديالو. ما عليك إلا تبعي معنا فقرة اليوم فقرة هي والبريكولاج واللي من خلالها هاجر مجبر كتقترح علينا كيفاش نتعلموا أو كيفاش نعلموا لوليداتنا بطرق بسيطة جدا يربطوا السيور ديال الصبابط ديالهم. نتابعوا جميع هذه الفقرة. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أسرتي، حلقة جديدة ونشاط جديد وفكرة اللي غنستمتعوا مع وليداتنا دائما في إطار الاستمتاع واللعب ونعلمهم حاجة جديدة. النشاط ديال هذا اليوم هو نشاط لتنمي القدرات ديالهم الحسية وتمكنهم باش يتحكموا في الأصابع ديالهم ويتحكموا في الحركات اليدوية. النشاط غادي نحتاجوا له هذا النهار ورقة تكون شوية غليظة كرتوني، غنحتاجوا حزام ديال الأحذية، كذلك مقص، كوتور، لصقة، فتخ أسود ولا قلم، وقطيب ديال الكوزينة. دائما مواد اللي عندنا ديما متواجدة. أول حاجة غادي نرسموا الشكل اللي بغينا، شكل معين. هنايا أنا مثلا غادي نرسم شكل ديال تفاحة وغنديروا فيها دوائر داخل ديالها. من بعد غادي نفسر لكم الغرض ديال هذه الدوائر كيفاش غادي نقدو نخدمو بهم. وحداهم غادي نديرو مستطيل صغير ونديرو وريقات ديال التفاحة. غادي نبداو نقطعو المول الشكل اللي رسمنا ونديروه على جنب. اختارينا الشكل ديال التفاحة باش نضيف واحد شوية ديال الاستمتاع والنشاط للوليدات. عندنا ناخدو كذلك هذاك المستطيل ناخدوه غير من هنايا باش بلا ما نضيعو حتى مستطيل ونديرو. انا وريتكم الشكل ديال الرسم ديالو وفي نفس الوقت نقطعو جوج ورقات اللي غنديروهم في التفاحه ديالنا غنخليهم على جنب. غادي نجيو دابا في هاد الدوائر والاقراص اللي رسمنا وغادي نحاولوا نقطعوهم باش نخليوهم فارغين من الداخل. تنكملوا بهذه الطريقة تنحاولوا نقطعوا جميع الأقراص اللي عندنا
نكملوا العمليه كامله بالنسبه للتفاحه، تنخويو الاقراص كاملين لداخل، نقدروا نصبغوها باللون الاحمر باش تعطينا الشكل ديال التفاح النهائي. اذا من بعد ما تنخويو الاقراص كاملين من الداخل تنقطعوهم، تنقدروا نصبغوا التفاحه ديالنا. نوريكم الشكل النهائي اللي تنحصلوا عليه من بعد ما زدنا الاوراق اللي قطعنا وهاد العويد درنا هنايا. اذا الفكره والنشاط شنو هي، شنو كيفاش غادي نديروه؟ هو تنقدموا للوليد ديالنا ولا البنيته حزام ديال الحذاء، تنجيو هنا تنديرو تنعقدو عقده هنا باش تنثبتو الحزام في هذا المجسم. نشاط الوليد ديالنا على اساس يدخل الحزام من كل ثقب ويعاود يخرجه. هي حركه تتبان حنا بسيطه وجد سهله لاننا تعلمنا وتعودنا عليها، ولان هي مهمه في تعلم الاطفال اللي من بعد تولي عندهم الحركات، تتولي عندهم عمليه يدويه سهله وتيقدوا. شحال من وليد تلقاوه مازال ما تيعرفش يعقد الحزام ديال الحذاء ديالو، وهذه أول طريقة باش نقدو نوريوهم كيفاش يتعاملوا مع الحزام. وتنكملوا اللعبة ديالنا وعلى حسب السن ديال الأطفال. إذا مثلا هذا طريقة سهلة اللي نقدو نقدموها للوليد ديالنا ابتداء من سن 18 شهر حتى العامين، ولا كبر الوليد كان عنده مثلا ما بين عامين وثلاث سنين حتى لأربع سنين نقدو نزيدو الأرقام. مثلا هنايا نديرو رقم واحد، رقم جوج، رقم أربعة، وتنصعبوا عليه المأمورية باش هو في نفس الوقت يتحكم في الأصابع ديالو باش يدخل الحزام، وفي نفس الوقت عنده واحد تتبع وتسلسل ديال الأرقام اللي خصو يتبعو. نقدو نديرو بزاف الأشكال من هذه الطريقة، ونقدو كذلك نديرو أشكال مختلفة ومتغيرة بثقوب اللي هما صغيرة على حسب السن ديال الطفل. تناخدو في هذه الحالة حزام أصغر، تنديرو دائما العقدة باش تنثبتو الحزام. وهنا الطفل ديالنا خصو يتبع هادوك الثقاب اللي عندنا بطريقة مريحة. إذا هكا كما فسرت لكم حنا تيجينا عملية جد سهلة ولينا تتطلب مجهود كبير من الأطفال. مثلا نقدو وحده الفوق وحده لتحت، اولا تنعطيوه القاعده اللي هي دائما يبدا من التحت، ونقدو نوعوا النشاط ونوعوا الفكره كيفاش يلعبوا بها. وبهذه الطريقه تنكونوا علمناهم مهاره جديده في جو اللي هو مليء بالمرح والاستمتاع. تنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، جربوها مع وليداتكم وتلعبوا معاهم وتستمتعوا. شكرا هاجر مجبر على هذه التقنيه البسيطه جدا اللي ممكن اننا نستانسوا مع الاطفال ديالنا وندوزوا واحد الوقت زوين باش انهم يتعلموا كيفاش يربطوا السيور ديالهم. فقط كننبه بانه هاجر استعملت الكيتور او لا ترونشوار المقص ايضا، فنردوا البال مع الوليدات الصغار حتى المرحله الاخيره عاد نعطيوهم هذاك الشيء اللي صوبنا باش يتعلموا كيفاش يصوبوا السيور ديالهم. اكيد هنا وانا شخصيا غادي نرجع للصفحات الاولى على فيسبوك وانستغرام باش نتابع فقره هي والبريكولاج اليوم، ونعلم الوليد ديالي كيفاش ممكن انه يسد السيور ديالو. مشاهدينا جا الوقت باش نجاوبوا على مختلف الاسئله ديالكم، فقره استشارات قانونيه، خليكم معنا. مروان، وحنا تنتكلموا على عقود الكراء التجاري كنسمعوا باخطاء بسيطه اللي وصلت الناس لمشاكل كبيره. لا ما زين بهذا الشيء كيرجع دائما لاش لواحد الثقافه قانونيه ما عندناش، ما كنعرفوش بعض المرات اشنو كيقول القانون، واش عندنا الحق في واحد الحاجه اولا ما عندناش. كنظن اليوم الا ولينا كنعرفوا شنو اللي لينا وشنو اللي علينا غادي نتفاداو بزاف ديال المشاكل، وحتى المشاريع ديالنا غتكون ناجحه. حيت بعض المرات هاد الكرا فاش كيكونوا عليه مشاكل حتى هذاك الكوميرس ديالنا كيتضرر بهذه المساله. داكشي علاش ضروري ما ناخذوا بزاف ديال المعلومات وكالعاده مشاهدينا مع اهل الاختصاص. اليوم
ومحاضر معنا الاستاذ والمحامي بهيئه الدار البيضاء السي الحسن فرحي اللي غيلتحق بنا الان في بلاطو. اهلا استاذ فرحي. اهلا وسهلا. كلشي مزيان؟ مرحبا. مرحبا بك استاذ. اليوم صراحه موضوع زوين ياك زين. بيان سور وسعداء نتلقاوك في حلقه جديده من اسرتي باش نجاوبوا على اسئله المشاهدين المتعلقه بهذا الموضوع. السعاده متبادله. نعم استاذ، اول حاجه غادي نبداو فيها واللي غادي يكونوا المشاهدين ديالنا كيتسائلوا عليها وهي شنو العلاقه ديال الكراء التجاري بهذاك الفوند كوميرس ولا الاصل التجاري؟ جوابا على السؤال، هو سؤال جميل فعلا. علاش؟ لانه هو المدخل لهذا الاشكاليه ديال الحمايه ديال العقد ديال الكراء التجاري. باش نديروا هذا المدخل علاش جميل؟ لان ما يمكنش لينا نهضروا على عقد ديال الكراء التجاري بلا ما نهضروا على الاصل التجاري. اصلا لان العقود التجاريه ولا الكراء التجاري هو الكراء المتعلق بالتجار. اذا ملي كنهضروا على الاصل التجاري وعلاقته مع هذا العقد، هذاك العقد كيعود حق واحد الحاجه كتبيعها. الا شدينا واحد ربعه الحقوق اللي كاينه على الاصول التجاريه، شنو هاد ربعه الحقوق؟ حقوق مطلقه ملي كتمشي حتى واحد الشخص كدير واحد الشركه ولا كتدير واحد الاصل التجاري. ولاو عندك واحد ربعه الحقوق، ولو تعاقد على العكس ديالها هذه حقوق مطلقه. هذاك الاصل التجاري ديالك تبيعيه شي حد. والناس تيغلط لهم ملي كتبغي تبيع الاصل التجاري تيجي مول العقار. انا ما غاديش نسمي المصطلحات ديال المكري والمكتاري لانهم هاد المصطلحات شويه غادي نقول مول العقار والسيد اللي كاري. ملي كدير واحد الاصل التجاري وتتعود عندك انك الحق تبيع الاصل التجاري لان انت ما كتبيعش لي ميغ، عندك الحق تكري هذاك الاصل التجاري وهذا تسير حر، عندك الحق ترهن هذاك الاصل التجاري ديالك، وعندك الحق تدخل حصه في شركه. وبالتالي الاصل التجاري اللي كتكوني واحد المال ما عندوش علاقه، ولا واحد الحق ما عندوش علاقه به، ما عندوش علاقه بالحيوان. هذا الحق من بين الاشياء اللي كيتكون منها هما الزبناء هذا ديالك، هما السمعه ديالك، الشعار ديالك، الاسم التجاري ديالك، براءه الاختراع ديالك، وحق الحق في الكراء. اذا هذاك الاصل التجاري كل ما كانوا هاد المكونات ديالو متعدده كيكون مزيان. اذا ملي كيكون الكراء كيعود جزء منه. الصوره اللي جست باش نفهموا الصوره المخالفه، كتجي انت العقار ديالك وكدير فيه اصل تجاري. هذا اصل تجاري ناقص لانه ما فيش حق. ملي غيجي واحد السيد واحد النهار كيبغي يشري هذاك الاصل التجاري، كيشري السمعه ويشري الزبناء وكذا والبراءه وكذا، ولكن ما كاينش علاقه مع الحيوط مالين بيغ. اذا الاصل التجاري باش كيكمل وتعود عنده معنى هو هذا، كيكون عنده زبناء وعنده سمعه وعنده براءه الاختراع وعنده اسم تجاري وعنده شعار وعنده كونطرادا ديال الكره مزيانه. هذا هو اللي كيربط. اذا العقد ديال الكره كيعود واحد الحاجه اساسيه ومزيانه بالنسبه للشخص اللي كيخلق واحد الاصل تجاري. وانا استاذ بغيت نعرف واش كاينين عقود الممارسه التجاره غير محميه بقانون الكراء التجاري؟ هو واحد لاسويت، هو واحد اللي هو نفس الجواب الاول اللي كنا تنهضروا فيه وحنا غادا على هذا الحق في الكراء. كاين مجموعه من الناس كيديروا عقود وهما يمارسون التجاره، لان كنفصلوا للمستمع الكريم كنقول له راه ملي كنقولوا التجاره بالمفهوم القانوني، لان هذه مصطلحات قانونيه راه كنعنيو بها التاجر اللي كيبيع ويشري والصانع اللي كيصنع والحرفي، هادو ثلاثه كنسميهم عقود تجاريه. المهني باش نحيدوا عاهد الخلط، لان بزاف الناس لان القوانين ديال الكراء جوج، وما كنظنش انني كنطول لان هذا جزء من الجواب. أكيد. لان عندنا الكراء التجاري هو القانون 49 اللي هو 16 اللي صدر في 1916، وعندنا ديال التجار. ملي كنهضروا على التجار راه التجار والصناع والحرفيون. شركه ان سوسيتي اندستريال، ان سوسيتي كوميرسيال، واللي هو ان ارتيزان، هادو كلهم كيحكمهم هذا القانون وكيحميهم. وعندنا الكراء المهني والسكني. اذا هذاك الكراء اللي كيحمي جا واحد كرا من عندك باش يسكن، هو نفس القانون اللي كيربطك مع لا جا كرا وعندك واحد الناس اللي كيمارسوا اعمال ولكن ماشي تجاريه، من بينهم المحامي، من بينهم الطبيب، من بينهم الموثق. هاد الناس ملي كيجيو كريو عندك راه الكراء ماشي تجاري، هذا كراء مهني. والمفهوم ديال القانون المهني راه داخل في القانون ديال السكني. علاش؟ لان هاد الفئات اللي هضرنا عليها الطبيب والمحامي والموثق مثلا ليسوا بتجارا بمفهوم اللي هو مدونه التجاره. غادي نرجعوا للحقوق. ملي جات مدونه التجاره وكتقول لنا هالاعمال التجاريه وها التجار، وجا هذا القانون ديال الكرا كيقول لنا هاد التجار، راه واحد الناس الا ما ردوش بالهم يقدروا يكونوا عندهم جميع الاشياء وجميع المواصفات وهما تجار وكيمارسوا التجاره ولكن ما عندهمش الحمايه. الا كريتي من عند الدوله
الدوله عندها الاملاك ديالها جوج، عندها الملك الخاص والملك العام. الا كريتي من عند الدوله الملك العام ما كيحميكش هذا القانون. اذا الواحد خصو يسول على راسه، لان البرمجه لا يسمح باش اشنو الملك الخاص الدوله والجماعات الترابيه. ثانيا الا كريتي من عند وزاره الاوقاف، كاين مسجد، كاين محلات تجاريه، انت داير حانوت هنا وواحد داير حانوت ليه، هذاك كريم عند مول العقار، انت كريم عند وزاره الاوقاف، انت ما عندكش الحمايه ديال هذا القانون. داكور. ثانيا مشكل كبير كاري في اللي هو الاسواق الكبرى، مثلا المراكز التجاريه اللي كنسميوها المراكز التجاريه لي غروند سيرفاس، هذوك ثاني خطوره كبيره لان ما محميش بهذا القانون. وعلاش؟ لان التفسير ديال القانون جاء على اساس ان هذوك الزبائن اللي كيجيو كيجيو للمركز التجاري. والحال ان من منطق اللي هو القلم الحر واللسان الحر، يقدر يكون انا عندي واحد السلعه وكنعطي دائما هذا المثال تنعطيه لانه مثال ما فيهش شيء. واحد السيد كرا من عند واحد مركز تجاري كبير، واحد المحل صغير هو كيبيع فيه الجلابه البزيويه، صافي هاد الجلابه البزيويه كيبيع فيها. اذا انا تنجي كنمشي لهذيك المركز التجاري كله ما كندور لا غوش لا دروات، كنمشي عند السيد نتقدى وناخذ، واش انا زبون ديال هاد السيد اللي تنشري من عندو الجلابه ولا المركز؟ هاد التفسير ديال القانون هو تفسير على اي حال من الاحوال. انا كرجل قانون عدي بعض، ولكن باش يفهم المشاهد الكريم ملي كتكون كاري في واحد المركز تجاري كبير راه ما كيحميكش هذا القانون. داكور. ما كيحميكش. وعندنا باش نكونوا غابيدمون، كاين عاوتاني العقارات والمحلات المتواجده بالفضاءات اللي فيهم مثلا ترحيل الخدمات. وعندنا جوج باش ما نطولوش، عندنا الكراء التجاري الطويل الامد ملي كتكون دير واحد الكونطرا وانت تاجر، وهذا تاجر كرا لك واحد كدير التجاره وكتقول عقد ديال 30 سنه، خرجتي من هذا القانون ودخلتي في قانون اخر اللي عنده عواقب اخرى بشحال كتسجلي غالي شي شويه ولكن ما كيدخلش هنا. وعندنا لو ليزينغ اللي هو عقود الائتمان الايجاري، الليزينغ حتى هو ما داخلش. اذا هاد التجار اللي كيكونوا يمارسوا التجاره وهم تجار شركات ولا اشخاص طبيعيون وكيمارسوا تجاره في هذه الاشكال راه ما كيحميهمش القانون اللي هو 49/16 لانه استثناء. نعم. هنا استاذ غادي ندخلوا اكثر في التفصيل ونبسطوا المعلومه اكثر للمشاهدين ديالنا، ونهضروا على مجموعه من المظاهر ديال الحمايه ديال هذا الكراء التجاري. مثلا فاش كنتكلموا على كراء تجاري، شنو هي الحمايه اللي كيوفرها القانون؟ واعطينا مجموعه من الامثله مثلا. مجموعه من الامثله مزيانه استاذ باش نقدروا نفهموا. صحيح. وغنبسطوها ملي كنقولوا والسؤال مهم لانه بعض مظاهر، لان لا بغى الواحد يحصي جميع المظاهر كان خاص يكون عندنا واحد لو طون، عطيونا واحد ثلاثه السوايع ولا شي حاجه تكرموا علينا ان شاء الله نرجعوا لك حلقات مقبله المظاهر. ولكن بعض المظاهر المظاهر هو ان هذا القانون اللي هو ديال 49/16 ديال الكراء التجاري راه راكم جميع المشاكل اللي حصلت من 1955 حتى 2016، لان القانون اللي كان كيحكم هذه الاكليه التجاريه كان ظاهر ديال 1955 اللي هو كاريمو راه هو قدم من المغرب المستقل. وبالتالي كان قانون فيه مشاكل، هذيك النزاعات اللي حصلت كلها وهذا التراكمات ديال المحكمات الناقض بين المحاكم كان خاصو يستافد منها، وغنجيبوا واحد القانون حديث. هذا القانون ملي كنقولوا الضمانات ولا العقد مكتوب بكري كان واحد اللي عطيني روسي غليزي، المفهوم ديال الغليزي هي واحد روسي، ولدرجه ان سوا غوسو اللي هو تصحيح الامضاء فيه ولا واحد بعض الروسيات اللي فيها توقع لا القانون قال لك دابا العقد موقع خاص يكون مكتوب. الحمايه الثانيه هو ان المده علاش تنهضروا على المده؟ راه هذا الحق في الكراء ما كيصبح عنصر من عناصر الاصل التجاري حتى كتعود كريتي عامين، وبالتالي المده مهمه. الشخص اللي كيجي وكيدير مثلا عقد ديال سنه، راه الا دار عقد ديال سنه وحده وبغى يبيع الاصل التجاري، مارس الشهر الاول والثاني والثالث ومزيان، وشاف الاصل التجاري ديالو مزيان، وجاء واحد كيشري وبيع عليه الاصل التجاري، راه اصبح في واحد الورطه كبيره. علاش؟ غادي يبيع السمعه والزبناء وكذا وكذا، ولكن الحق في الكراء لا، باقي ماشي ديالك، واخا موقع وكتخلص الكراء لان بقى ما دازتش سنتين. وبالتالي هذه المده يحرص عليها الشخص للحمايه، تيقول لك القانون سنتين، ولكن عجل القانون حتى هو وعالج بعض اللي هو التصرفات اللي كانت كتوقع، مثلا هذاك الساروت ولا ذاك المبلغ الا جيتي في لوديبي وخلصتي عامين ديال الكرا، قلتي 10000 درهم في عامين هي 240000 درهم، 240000 درهم خلصتيها، كتقول انا مخلص سنتين.
كيعود عندك الحق في الكراء من النهار الاول. وبالتالي الاصل التجاري ديالك تكامل، وحتى لا بغيتي تبيعو راه غادي تبيعو بجميع المكونات ديالك. نعم. هادشي علاش المده من اليوم الاول لانك خلصتي يومين ديال هذيك، ملي كتخلص عامين كيعود ديالك العقد. ولكن الا ما خلصتيش، ماشي الا ما خلصتيش، بقيتي كل شهر كتخلص عادي. نعم. خصها تكمل العامين ودوزتي وصلتي خلصتي 20 شهر و20 شهر وباع لك واحد، جاتك واحد لوبورتونيتي وبغيتي تبيع الاصل التجاري ديالك، ما يمكنش كتبيع. لا تبيع بيع، ولكن واحد العنصر ما يمكنش تبيع. غير ينوض لك صاحب العقار تيقول لك السلام عليكم، السلام الاصل التجاري ديالك، مرحبا في السمعه، الزبناء، الشعار، براءه الاختراع، كذا، ولكن واحد العنصر باقي ماشي ديالك. اشنو هو الحق في الكراء؟ هذا الكونترا هذا اللي تشكل ما غاتباعش. نعم. وبالتالي اللي غادي يشري اش غايدير؟ راه الاصل بعض المرات احيانا راه كيكون الاصل التجاري كله يلتغن اوتوغ ديال الحق في الكراء. علاش؟ عقد مزيان وفي موقع مزيان وكيعرفوه الناس، وبالتالي المده مزيانه. عندنا الكراء من الباطن، القانون القديم ولا لا سولوكاسيون، القانون القديم كان ما كينظمهاش. الا حرص الواحد في العقد ديال الكراء اليوم وخاض هذه الرخصه ديال الكراء من الباطن، ودي انا راه غنكري محل كبير، ولكن انا ملي كتجي نستغل نقدر نكري لناس اخرين. يعني سير كيحكموا القانون كنحطوها في العقد ديالنا. لان الا ما حطيتيهاش ولات عندك ودرتي راك كتخرق القانون. ولكن القانون تكلم عليها ونظمها، قال لك راه ولا عندنا التنظيم كاع مثلا اللي هو الانشطه المكمله والمرتبطه. لأن اليوم بحال مثلا ونحن نعيش جائحة كورونا، الأنشطة اليوم العالم يتغير، بعض الأنشطة غادا تمشي، بعض الأنشطة تتزاد. إذا كنتي تتاجر وداير واحد العقد وداير جميع الأنشطة التجارية، في هذه المرحلة غادي تنوض تبيع المعدات واللوازم، هذه كل شيء ديال الجائحة. ولكن إلا ما عندكش لا، ولكن إلا درتيها في العقد من حقك انك ولا ليستيتي ثاني في العقد بعد الانشطه، سواء اللي هو المكمله ولا المرتبطه. وعاد عندنا اللي هو من بين الحقوق الاخرى، عندنا تعويض عند انهاء العقد. ما درتي حتى خطا، كتخلص الكرا ديالك، داز العام الاول، الثاني، الثالث، الرابع، راه الا بغى مول العقار العقار ديالو بغى يسترجع كيعوضك باش تقول انك تمشي تبدا. كاين تعويض. ملاحظه نهضروا واخا ماشي الباب هذا ديال نتكلموا في التعويض، ولكن غنعطيو فكره بسيطه. نعم. بعجاله، بعجاله، لا بعجاله. علاش؟ لانه ولا التعويض مرتبط بالتصاريح الضريبيه. مرتبط. انت ملي كتكون عندك اصل تجاري وكتمارس الامور ديالك وكتصرح، ما كتجيش كدير لي ديكلاراسيون، كدير التصاريح داكو. ولكن كدير فيهم مثلا واحد 100,000 درهم في العام، ما غاديش تجي نهار يبغي مول العقار العقار ديالو وتمشي للمحكمة. وكان هذيك هي بين المشاكل اللي كانت في القانون القديم. القانون القديم كانت الخبرة، ملي كيدير المحكمة تأمر بخبرة، كيجي الخبير وكيدير تقييم ديال ولا تقويم ديال الأصل التجاري. هذا التقويم ديال الأصل التجاري إنو إيفالياسيون دو فون دي كوميرس، لا شنو كديكلاري لا كانت من قبل الظاهر ديال 55، حتى قبل من 2016. كيقدر يجي ويدير لك الخبير، أنا أرى من الناس اللي كيجيو عندك والسمعه وفين كاين انت وكذا، ان الاصل التجاري مثلا واحد 4 مليون ولا 5. دابا القانون هذا لا دخل، قال القانون، قال الخبير ملي غادي تجي وتبغي دير اللي هو التقويم، يجب ان تعتمد اساسا على التصاريح الضريبيه. ما يمكنش واحد الشخص كيصرح 100,000 درهم في العام وانت باغي تخيل انه كيصرح. وعندنا من بين الضمانات الاخرى اللي مباشره باش من باش من كنا كنهضروا على الحقوق، وحنا كنهضروا على المظاهر، بعض المظاهر ديال الحمايه. مثلا ملي كيكون عندنا الهدم واعاده البناء، ملي كيكون عندنا العقارات الايله للسقوط، ملي كتكون عندنا اما التعليه ولا التوسعه ديال هذا المحل، مول العقار عنده الحق يدير هذا الشيء. ولكن ربطها القانون ملي تخرج الواحد راه ربما خصك تخلص ليه 3 سنوات هو وشوماج، باش ما ندخلوش في الديتايل. مازال غادي نخصوا لها حاجه. هادو كيف ما كنقولوا دائما المشاهدين ديالنا، هادو غير بعض المظاهر اللي كنحاولوا نوصلوا لكم بها المعلومه ونبسطوا المعلومه زعما كيف ما قدرنا عليه. انا غادي نبقى في نقطه اخيره كنظن على حساب الوقت ديالنا. الحالات اللي ما يمكنش يكون فيها تعويض واخا يكون واحد الانهاء ديال واحد العقد ديال الكراء التجاري مثلا، وفعلا حنا من التعويض غنمشيو للحالات ديال عدم التعويض. نعم. لان عدم التعويض هو ان الاصل هو ان واحد كاري كيخلص الكراء ديالو في الاجل ديالو، ما كاين حتى شي مشكل. كان القانون القديم كان شهر بشهر، دابا القانون الجديد ولا التماطل شنو هو 3 شهور. هو 3 شهور، خاص دوز 3 شهور عاد تقدر تهضر مع واحد. من بين الاسباب اللي الا دارها التاجر معنا ملي كنهضروا على مع صاحب الملك والمكتري هو لو برونور، الا دارها مع صاحب الملك راه غادي يضيع الاصل التجاري ديالو. غادي يخرج دون تعويض، ولو يكون هذاك التعويض اللي هو مليار بسيط، يقدر
ما خلصتيش ثلاثة شهور ديال الكرة، جاك إنذار على 15 يوم ما أديتيش هذاك الكرة، غادي يتم الإفراغ دون تعويض ولو يكون هذاك الأصل التجاري ساوي في التعويض ديالو 15 مليار. السبب الأول. السبب الثاني هو التغيير اللي هو بالمحل دون موافقة مالكي. تغيير كيجيو بعض الناس تيقول لك أودي فتحت غير واحد الشرجم هنا زدت واحد الباب هنا، موافقة موافقة من المالك. من المالك. كانوا هما جوج كراجات ولا ثلاثة وفتحتهم باش يسهلوا عليا. كان مثلا كريتي من عندي جوج ديال البلايص، واحد للتجارة والآخر على شكل شقة سكنية، بدلتيها ودخلتيها في محل التجارة ديالك. كل بيان سور. إذا خاص هذاك الشيء اللي ما اتفق عليه، أنا كنقول تغييرات فبالأحرى هذا لأنه هذا راه سكني ردوا تجاري. وغير يقدروا يكونوا جوج لي كراج، ها واحد وها واحد شركتهم واحد شركهم باش يسهلوا عليه. هذا راه تغيير في المعاني حتى هو. عندنا اللي هو تغيير النشاط، وتغيير النشاط كتبيع ان برودوي. داك الشيء علاش كلما كان العقد واضحا في مصطلحاته وفي افراده، والحمايه كتجي من الوضوح وشنو باغي انت واش عارف. الا قال واحد جميع اللي هما الانشطه وي، ولا انشطه والانشطه وقربها وي، ولكن باش تجي تخرج من نشاط وتدخل ثاني ما يمكنش. عندنا اللي هو الا كانت الاعمال ديال الصيانه على عاتق هذاك لو برونور اللي هو مستغل، مثلا ليستي هذه وهذه هذه ديرها، الا ما درتيهاش راه هو موجب. عندنا الهلاك ديال المحل، معناه هذاك المحل راك سببتي ليه ضرر بالفعل ديالك. كنعطي واحد المثال اللي هو باين، مثلا واحد عنده واحد الكراج كبير وكراه واحد السيد اخر باش يدير فيه مثلا تخزين ديال السلع. هذاك التخزين وهذاك المحل الكبير البيرمي مثلا ديزونجا دي كاميو ولا يدخلوا ولا الا ما حرصتيش على، لان داخل كاميو كبير خارج كاميو كبير معناه الهلاك ديال العين ولا هذا يقدر فيها. وعندنا كراء المحل من الباطن، الا درتي السلوكاسيون كاين بعض الممارسات بعد مثلا احيانا واحد داير حانوت وكيمشي هو يمشي يخليه وداك الشيء وكيبقى واحد هو راه كارين بيناتهم ولكن تيقول لك لا راه خدام عندك. هذه راه ممارسات خاصه، راه كراء من الباطن. هذاك السيد لا كان يكون خدام عندك راه خصك تثبت باش خدام عندك ولا العلاقه، لانه ما يمكنش يكون. وعندنا هذه واحد المساله مهمه وربما غادي نكون هي اخر الحالات فعلا، هو ان اذا فقد الاصل التجاري اللي هو عنصر الزبناء والسمعة التجارية خلال سنتين. كانوا بعض لي براتيك، أنا كنكون كاري كنجي كنقول لك أنا كاري ب 10,000 درهم، ياك حتى فلوسك كنوصلهم لك 10,000 درهم، كنخلص لك 10,000 درهم، أنا عييت دابا غادي نسد هذا المحل التجاري، حتى واحد الولد ديالي كمل قرايته ولا يجي ولا عامين ولا ثلاثة ولا أربعة حتى كتاخذ فلوس. سنتين عندك إلا كانت سنتين واخا كتاخذ الكرة، كتاخذ الكرة كل شهر، سالي سنتين غتقول له أنت هذا المحل قتلتيه. قتلتي لي السمعة التجارية وبالتالي تاخذ الكرة. وإذا كان عندك ما يثبت بواسطة اللي هو معاينة ولا هو اللي واحد لفيف ديال الشهور أن عامين وتسد وكتخلصني وغادي تخرج. وهذه هي الحالات اللي خاصو يكون عارفها المواطن والتاجر بصفة عامة باش يحمي الحقوق. شكرا لك أستاذي. ومازال غنطرقوا لمواضيع أخرى متعلقة بالكراء التجاري لأنه في بحر كبير وخصنا مازال نجاوبوا على أسئلة أخرى. شكرا لأنك شرفتينا بالحضور ديالك. أهلا وسهلا مشاهدينا، شاهدوا معنا فقرة من يد شاف ومن خلالها نتعرفوا على شي وسهلة واللي ممكن تمتعوا بها. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الوصفه ديال ساندويتش مكسيكان اسمه فاخيتاس. باش نوجدو غادي نحتاجو المقادير، غنحتاجو واحد صدره ديال الدجاج اللي قطعناها شرائح طويله، نص فلفله صفراء، نص فلفله خضراء، نص فلفله حمراء، واحد البصله متوسطه، ثلاثه ديال المعالق كبار ديال القزبور، أربعة ديال الدريسات ديال الثومة اللي حكيناهم رقاق، عصير ديال نص حامضة، نص حامضة محكوكة القشرة ديالها، معلقة صغيرة ديال الخليط ديال التوابل المكسيكية، شوية الملح والإبزار، وغادي نحتاجو الخبز التورتيا المكسيكي، والصلصة ديال الكواكامول واحد جوج معالق كبار، والصلصة المكسيكية جوج معالق كبار، وغادي نحتاجو ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت البلديه. اول حاجه غادي نبداو بالدجاج اللي غادي نشرملوه وغادي نخليوه باش يشرب مزيان الشرموله ديالو. كنزيدو شرائح ديال الدجاج اللي قطعناهم طوال على هذا الشكل هذا، غادي نزيدو عليه القشره ديال الحامض تقريبا واحد المعلقه صغيره، جوج دريسات ديال الثومه،
عصير ديال نص حامضة، واحد الملعقة كبيرة ديال الخصبر، شوية ديال الإبزار، واحد الملعقة صغيرة ديال التوابل المكسيكية، وغادي نزيدو الملح. الملح كيبقى على حسب الذوق. غادي نزيدو واحد الملعقة صغيرة ديال زيت البلدية، وغادي نخليو الدجاج ديالنا يشرب مزيان هاد التوابل. كل ما خليناه مدة طويلة كل ما كان حسن. ودابا غادي ندوزو للخضر ديالنا، البصلة والفلفلة. غادي نقطعوهم رقاقين، ناخدو موس شرائح رقيقة ديال هاد السمك هذا. بعد ما قطعنا البصلة شرائح رقيقة بحال هاد الشكل هذا، غادي ناخدو الزيت، نمرو جوج معالق كبار ديال الزيت، وغادي نضيفو البصلة، وغادي نزيدو لها شوية ديال الملح والإبزار. الملح كتعاونها تخرج داك الماء ديالها وطيب دغيا، والإبزار كيعاونها أنها تحمر مزيان. غير شوية وكنخليوها تشحر مزيان. غادي ندوزو نقطعو الفلفلة شرائح رقيقة حتى هي. شرائح ديال الفلفلة خاصها تكون رقيقة وطويلة بحال هاد الشكل. البصلة ديالنا من بعد ما تشحرت وطاحت شوية، غادي نزيدو لها الثومة، الثومة اللي حكيناها رقيقة، تقريبا جوج دريسات ديال الثومة، وغادي نزيدو الفلفلة اللي قطعناها شرائح، ونخليو كلشي يتشحر مزيان. وغادي نزيدو شويه ديال التوابل المكسيكيه، تقريبا نص معلقه صغيره. ودابا غادي نزيدو الدجاج اللي ترقد مزيان. وغادي نغطيوه باش يطيب الدجاج ديالنا مزيان، ونقصو العافيه، نخليوه يطيب تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. من بعد ما طاب الدجاج ديالنا، غادي ناخدو الخبز المكسيكي تورتيا، وغادي نضفيه واحد شويه نسخنوه. ومن بعد غادي ناخدو الكواكامول، غادي نبداو به، غادي ندهنوه هو الاول، غادي يجي بحال مايونيز على الافوكا، فيها حتى هي المواد الدهنيه باش ما يجيناش الساندويتش ناشف. ودابا غادي نزيدو الدجاج والفلفلة، دابا غادي نزيدو شوية ديال القزبر من الفوق، نزيدو شوية ديال الصلصة المكسيكية من الفوق، وغادي نزيدو شوية ديال الكواكامول غير هنا، وغادي نطويوه بهذا الشكل هذا. ها هو الساندويتش فاخيتاس ديالنا وجد. بالنسبة للناس النباتيين يمكنهم يعوضوا الدجاج بالقطنيات. نتمنى تجربوه ويعجبكم، وبالصحة والراحة. مشاهدينا شهواتنا ومختلف فقرات برنامجنا متوفرين عبر صفحات الأولى على فيسبوك وإنستغرام اللي تظهروا لكم أسفل الشاشة. قصة نجاح اليوم قصة جميلة جدا، نبغي نشاركوها معكم. الشابة مؤمنة بالأحلام ديالها تسدو البيبان، ولكن حلت بالعزيمة والإرادة ديالها بيبان أخرى. اليوم غادي نتقربوا أكثر من قصة هاجر محفوظ. مرحبا بك هاجر. شكرا. اهلا وسهلا. تفضلي معنا. تفضلي. اجل الله هاجر حدايا. صافا هاجر كلشي مزيان؟ الحمد لله. انت لاباس؟ الحمد لله. هاجر انا سمعت باللي وانت كتشتغلي على المسار ديالك وكتشتغلي باش تحققي الاحلام ديالك، كان من بين احلامك ان واحد النهار تقدري تعاودي القصه ديالك في التلفزيون. اليوم حلم تيتحقق؟
أكيد كنت كنحلم دائما يوميا، كان ما كنعس كنتخايل أنني في برنامج وأن الناس كيشجعوني وفرحانين بيا وكيعطوني جوائز و... إن شاء الله. وهذه بداية البداية من برنامج أسرتي باش يقدروا الناس يتقربوا أكثر من القصة ديالك. هاجر خرجتي من القراية ديالك في الكاتريام ياك، أشنو اللي خلاك تخرجي من القراية ديالك؟ خلاني خرج من ما بين الحوايج اللي خلوني نخرج انه كان مشاكل عائليه وكنت بغيت نخرج منها، بغيت نرتاح شويه منها. وكان سبب ثاني انني ما كنتش عارفه القيمه ديال القرايه، ما كنتش عارفه علاش حنا كنقراو اصلا، ما عقل صغر وطايش وما كنتش عاطيها اهميه. داكشي علاش خرجت، واخا كان بزاف اعترضوا وبغاوني نبقى نقرا، ولكن ما صممت انني نخرج وخرجت. ملي خرجتي من القرايه ديالك مشيتي تشتغلي في واحد المعمل ياك، من بعد غادي قريت في واحد ليكول عامين ديال تصميم الازياء، خديت ديبلوم مشيت نخدم شركه. ملي مشيت نخدم ما عجبنيش داكشي اللي لقيت تمايا. ما كنتيش مرتاحه؟ كنتي كتحسي بلي انت قادره تمشي بعد من هكا؟ كنحس براسي انني نستحق اكثر من داكشي، انني نستاهل. كنت كنشوف راسي انني في وضع اكبر من انني نكون في هذيك الشركه، واكثر حيت ما كانش تعامل مزيان، ما كانش كان الحقره، كان الظلم، كان معامله خايبه، ما كانش الاحترام. هادشي خلاني ندمت وخلاني كنفكر وخلاني كنبكي، كنخدم وكنبكي وكنقول شنو درت وهادي. كانوا جاو عندي جوج اشخاص في الشركه، واحد السيد قال لي هاجر هادي ماشي بلاصتك هي، هادي ديك الساعه حيت كان عندي 18 عام، قال لي بلاصتك مدرسه ماشي هنا. وجا سيد اخر قال لي سولني على المستوى الدراسي ديالي، قلت له راه عندي نيفو 4، قال لي يوم اللي عندك نيفو 4 راه ما عندك والو. صافي تمايا حسيت نيت بالحقره ديال بصح، وعرفت راسي شنو درت وكنقول شنو درت. عرفتي القيمه ديال القرايه شنو هي؟ عرفت القيمه ديال القرايه. وتما صافي جلست من الشركه حبستها، هي ديك هي فين جلست في الدار، وانا نادمه وتنبكي وتنقول شنو درت، وصافي دابا ضاعت وما بقيت غندير. ولكن غيبان باب جديد، باب امل زوين انك ترجعي للقرايه ديالك ياك. دوزتي الباك ليبر؟ كان الاخ ديالي هو اللي رشدني كيفاش، قال لي الا بغيتي تقراي راه ممكن ترجعي تقراي الا كانت عندك الرغبه. قلت لي ندير المستحيل غير انني نرجع نقرا، حيت ديك الساعه عاد عرفت القيمه ديال القرايه. نعم قلتي الاخ ديالك هو اللي قال لك راه ممكن ترجعي تقراي، كانوا عندك مشاكل اسريه، يمكن نقولوا بان هذا الاخ هو اللي كان السند، هو اللي كان الدعم، هو اللي كان المشجع ديالك باش انك ترجعي تقراي، ووراك حتى الطريق شنو ديري، ووراك الطريق ديال الباك ليبغ اللي كانت هي الانطلاقه. عاوني بزاف، وعاد انه كنت كنشوف حتى هو قدوه ديالي، كنت كنشوف انه حتى هو قدر يقرا وقدر رغم المعاناه ورغم وكنت هو باغي نفرحو باغا، وكان كيعاونني، كان كيشرح لي الدروس، كان وكان ماشي غير هو، كانوا حتى العائله ديالي كاملين كيشجعوني، رغم ان الناس بزاف كانوا كيقول لي ما غاديش تنجحي. اكثر فاش عارفين المستوى ديالي انني خرجت من الكاتريام ودايره الباك ليبر، تيقول لي راه ما يمكنش تنجحي وانت ما قارياش الليسي، ما قارياش ماشي سهله، ماشي سهله. هذا هو التحدي، كنظن هذا هو التحدي اليوم اللي كنتكلموا عليه، ان ما كاينش شي حاجه تحبسك وما يمكنش تقول لا راه ما غاديش نوصل. كنظن ديجا الا دخلت راسي وهادشي ديما كنناقشوه مع نرجس المغبر، هذيك القوه الداخليه اللي عندي اللي قدر اني غادي نوصل وخدمت عليها، كنظن هو اكبر مثال هو اللي حاضر قدامنا اليوم. ولكن مع ذلك دوزتي الباك ليبر ونجحتي وما عجبكش الحال، علاش؟ ما عجبنيش الحال فاياش من نقطه حيت اختاريت باش ندير الدراسات الانجليزيه، ماشي ما عجبنيش الحال، كانت عندي نقطه ناقصه في الانجليزيه، كانوا ما باغين اكثر من اللي عندي، واضطريت انني نعاود الباك ليبر. واخا نجحتي في الباك عاودتي. وهذا رساله هاجر اليوم، وانا تنظن انها رساله جميله، باللي ما كاينش واحد العمر باش نقراو، حنا ما مزروبينش باش نوصلوا نحققوا الاحلام ديالنا، نمشيو بواحد الخطوات ثابته. هاجر انا نقدر نقول لك متاثره بالقصه ديالك، لان اقل حاجه نقدروا نكونوا عايشينها هو اننا فخورين بسيدات شابات بحالك، امنات بالحلم. واحده اخرى غادي تقول انا والظروف وداروا لي وعائلتي ووالديا اللي كانوا معيشيني في الظروف وكانت المشاكل عندي، لا انا مسكينه ضحيه المجتمع. انت خير مثال على نجاح تحدى، وهذا هو الهدف ديالي. فاش رجعت نقرا من غير انني باش نحقق ذاتي ونحقق الهدف ديالي ونرجع، وهذا كنت باغا نكون قدوه للبنات اللي تما كيمروا من الظروف صعيبه. يعني ماشي ما يعطيش الاعذار، لا ما عنديش، لا كاين الفقر، لا كاين المشاكل العائليه، لا كيما كانت الظروف، الا كنتي باغي توصل شي حاجه راه غتوصليها. دونك من بعد فاش عاودتي الباك
نجحتي وجبتي النقطة اللي بغيتي؟ وتما عاودت عاوتاني درت المقابلة ونجحت وكملت في الإنجليزية، وخاتها هي قاومت في لافاك وهذه باش أنني نقدر نجح فيها. كانت هي صعاب أخرى وقراية أخرى. Do you speak English مزيان دابا؟ Yes. تل هنا تل هنا نحتاج نرجعوا، نحن محتاجين نزيدوا نقراوا لونجلي، ربما نقراوا عندك. أنت اليوم أستاذة بمراكز اللغة، أستاذة الإنجليزية. وحنا تنتكلموا على المشوار ديالك، سمعت باللي انك تكوني استاذه ديال اللغه الانجليزيه غير مرحله ماشي هو الهدف. حيت فاش رجعت نقرا كان الهدف ديالي هو انني ناخذ دكتوره، ماشي غير ناخذ الباك ولا ناخذ ليسونسور. يعني تمشي لاقصى حد في الدراسات، ما تحبسيش نهائيا. حيت بغيت يكون التاثير ديالي، بغيت نوصل لمكرش، نوصل للعالم كامل، نخلي الناس نكون قدوه ليهم، يتاثروا منك، نكون واحد مصدر الهام ليهم باش يقاوموا، باش يكون عندهم واحد الهدف رغم كل الظروف انهم يقدروا يحققوا اللي بغاو. ولكن هاجر الا سمحتي، انك تكون واحد المهنه مرحله في حياتك، كتمارسيها بحب وانت مستمتعه فيها ولا لا؟ اكيد خدمتك فرحانه انت؟ فرحانه بها، غير ماشي هي غير في حاله، غير مرحله من المراحل، ماشي هي الهدف. مصدر رزق ليك باش تقدري انك ديري الماستر والدكتوره. ان شاء الله. وقتاش غادي تاخذ ان شاء الله الماستر؟ قريب؟ ممكن هذا العام ان شاء الله. شنو الموضوع ديالك؟ باغا ندير حول العنف الاسري، تاثير العنف الاسري وكيفاش ممكن اننا نقاوموه ونتجاوزوه. نعم، ديما يعني التأثير ديالك بغيتيه يكون في كل الجوانب ديال هذا العنف الأسري، والإنسان ما يبقاش يقول أنا ضحية الظروف. ضحية يكون ضحية. أنت من غير التدريس ومن غير المادة اللي كتقرأها بطبيعة الحال هي الإنجليزية، في هذه المراكز ديال اللغات، علاقتك بالتلاميذ ديالك مثلا كل نهار، واش كتقدري من غير التدريس من غير المادة ديال الإنجليزية واش كدوزي لهم دي ميساج واحد آخرين، كتعطيهم أمل في الحياة أكثر؟ تكلمي لنا على هذه العلاقة اللي عندك مثلا مع التلاميذ ديالك من الجانب التوعوي والتحسيسي أكثر. ماشي غير مع التلاميذ ديالي، مع كل شيء، مع أي واحد. اكثريه فاش شي حد كيكون باغي يدير شي حاجه كنحاول اني واخا ما يكونش عنده هدف، تقول له خاصك تحط هدف وخاصك تخدم عليه، ماشي تبقى غير غادي وصافي، ولا انا ضايع، ولا تبقى تشكى حياتك كامله وانت انا ما موفرش لي انا هذه هي اشعه الطاقه الايجابيه باينه في العينين ديال هاجر. من غير انك استاذه ديال الانجليزي، عندك هوايات اخرى، كتبغي حاجات اخرى؟ شاركينا انت شكون، بغينا نعرفوك انت اكثر كانسانه. كنقرا كتب بزاف باش نقدر نوصل للمستوى اللي بغيت. كنمارس الرياضه الانجليزيه. تنكتب بزاف حيت بغيت نولي كاتبه ان شاء الله. بغيت نكتب وتنكتب بالانجليزيه باش نقدر نوصل للعالم كامل. وكاين بزاف الحاجات. كتستعملي مواقع التواصل الاجتماعي باش تشاركي القصه ديالك مع شابات ومع سيدات؟ فايت كتبت القصه ديالي في مواقع التواصل، ومازال ناويه ان شاء الله ندير قناه ونبقى نوصل هكا الميساجات ديالي ونشجع الناس ونوجههم الى ممكن نساعدهم هكا. هاجر، هذه الرساله ديالك انا ما كرهتش نسمعها من عندك بلونجلي، لان قبل حنا كنقولوا بانك ما شاء الله استاذه دابا ديال اللغه الانجليزيه، فما كرهناش نسمعوا رسالتك باللغه الانجليزيه. What can I say? I will tell them don't give up, don't allow yourself to be a victim. You can do it. You can reach any goal you want to. Yes, thank you. حقق الأهداف ديالك. Yes, thank you. ممكن توصل أي هدف أنت حاطه. Don't allow yourself to be a victim. ما تخليش من نفسك ضحية. You can survive. بارك الله عليك. نبغي نرجع معاك هاجر للمرحلة ديال الكلية، فاش كنتي تقراي اللغة الإنجليزية، شو صعوبات اللي واجهتك؟ بزاف الصعوبات، سواء باللغه سواء من الكتب. كنت يلا بديت كنقرا، يلا بديت انا كنحل دماغي، يلا بديت كنكتشف، يلا بديت كان خصني ندير واحد المجهود اكبر من دوك اللي كانوا ديجا كيقراو معايا. يعني درت مجهود كبير جدا، رغم انني ما كنت كنحاول انني ما نخليش داك الشيء اثر فيا، نقول لا راه ما فايتيني، لا هادي، لا كنت كنحاول نوصل ليهم. وباش نوصل ليهم كان خصني مجهود مضاعف. كانوا كيدعموك الطلبه اللي معاك، او لا كنتي كتحسي باللي شويه تباعد بيناتكم؟ شويه هما اغلبيه الناس اللي تلاقيت معاهم، اغلبيه قليل جدا اللي كيعاون. اغلبيه كيحاول
يقولك انت من الكاتريام ودرتي الباك ديالك يعني ما تسناش الناس انهم يشجعوك ولا قليل جد كاين اللي يشجعني ولكن قلالين الاغلبيه غيقول لك ما يمكنش هذه ولكن انا كنت كنشجع راسي انا كنت كنخلي هذاك الاحباط ديالهم يعطيني واحد البوش يعطيني واحد الدافع باش تكوني وباش يعني توصلي وتحققي الهدف اللي بغيتي. هذوك الناس هاجر اللي كتكلمي عليهم اللي ما تقبلوكش في البدايه اللي رفضوك في البدايه اليوم انت يا ما شاء الله وصلتي وحققتي واحد الجزء من الاحلام ديالك كيفاش كتشوفي فيهم كتشوفي فيهم براسك مرفوع شنو كتقولي لهم؟ اكيد فرحانه براسي وفخوره براسي وتا هما ولاو فخورين بيا ملي نجحت وملي قدرت انني ندير داك الشيء اللي كيقولوا ما غاديش نديرو تا هما ولاو فخورين بيا وفرحوا بيا. هاجر الا طلبت منك توجهي رساله من القلب لخوك لانه هو اللي كان السند ديالك شنو تقولي لي؟ نقول ليه شكرا بزاف ونقول ليه انت القدوه ديالي وكنتمنى انني نكمل الرساله حيت مازال ما كملتش الرساله فين اللي حددنا النهار الاول فاش قررت نرجع للقرايه اللي هي انني نكمل الدراسه ديالي وان شاء الله انا دايره الجهد ديالي وقريب ان شاء الله غادي نحققه. نعم. ان شاء الله تبارك الله عليك وصراحه انت واحد المصدر ديال الالهام ديال مجموعه من الشباب أكيد. والشابات اليوم انا ما عرفتش نبغيو نتكلموا شيئا مع الميساج ولا الرساله اللي نقدروا نوجهوها عفوا لمجموعه من الشباب او للشابات اللي حتى هما عندهم ظروف اسريه عندهم ظروف ماديه بعض المرات اللي ما خلاتهمش يكملوا القرايه ديالهم وتوجهوا بعض المرات المجموعه من مشى يخدم خرج يخدم يقلب على راسه كيف ما كنقولوا باش يمكن له يكسب القوت ديالو اليومي. هاد الناس في الداخل ديالهم فاش كتهضر معاهم بعض المرات كيقول لك انا ما كرهتش كون درت ودرت 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 اليوم نقدروا نقولوا لهم راه مازال ما فاتش الفوت يمكن لكم تعاودوا من جديد ونتقاسموا معاهم التجربه ديالك. شنو الميساج ديالك اليوم لهاد الشباب باش نعطيهم علاش لا واحد الامل وواحد القوه باش يمكن لهم يكملوا؟ اول حاجه خاصهم ما يرضوش بهذا القليل انهم يستحقوا اكثر من داك الشيء اللي عندهم دابا انهم يقدروا يوصلوا فين بغاو هما يحطوا واحد الهدف ويخدموا عليه وغادي يحققوا. راه مازال ما فاتش الفوت. ومازال ما فاتش الفوت يعني يقولوا السن ولا يقولوا الظروف ولا كاين اللي كيبقى يتشكى كاين اللي كيبقى يقول صافي انايا كبرت انا راسي ولا ثقيل انا ما نقدرش ندير داك الشيء انا لا ممكن هي خاص تكون الرغبه ديك الرغبه نيت ماشي غير باغي وجالس الرغبه والخدمه وان شاء الله يوصل فين بغاه. وكنتمنى انه يجي نهار ان الزملاء ديالي وجميع المغاربه نقراوا الكتاب اللي غتكتبيه على القصه ديالك بالانجليزيه. بالتوفيق لك هاجر ولا ممكن رساله نوجهوها للمشاهدين ديالنا في ختام حلقه اليوم من اسرتي هو انه نرحموا وليداتنا نتفاداو انه يكون عنف وخلافات في الاسر ديالنا نامنوا باحلام وليداتنا نشجعوهم ونوقفوا معاهم باش يوصلوا لذاك الشيء اللي كيتمناوه. ورسالتنا لكم حتى انتم كشباب ماشي تقول انايا الظروف اللي دارت ليا امن باحلامك تقاتل الحياة وغادي توصل. شكرا لأنكم تابعتوا حلقة اليوم من برنامج أسرتي. مروان وهنا نتلقاو أكيد في حلقات مقبلة. تفاعلوا معنا عبر صفحات الأولى على فيسبوك وإنستغرام مشاهدينا اللي كتظهر لكم أسفل الشاشة. مابقى لي نقول لكم تبقوا على خير.